الجزائرية، وبحسب أرقام أوبتا أصبح ثاني لاعب يسجل ذهابا وإيابا في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا لفريق إنجليزي بعد السنغالي ساديو ماني رفقة ليفربول موسم 2017-2018. كثيرة هي الأرقام التي تحدثت عن تفوق رياض محرز في عدد الأهداف المسجلة في المسابقة الأوروبية بالمقارنة مع النجم الجزائري السابق رابح ماجر، أول لاعب عربي يتوج بذات الأذنين. بطل إفريقيا عام 2019 سجل هدفه العاشر في تاريخ مشاركته في دوري أبطال أوروبا كأكثر لاعب جزائري يسجل في المسابقة بمسمها الجديد الذي استحدث عام 1993، وذلك حسب منصة سكواكا المتخصصة في الأرقام والإحصائيات. جدير بالذكر أن مواطنه ونجم بورتو سابقا رابح ماجر الشهير بالكعب الذهبي كان قد سجل 14 هدفا في 24 مباراة خاضها رفقة النادي البرتغالي في المسابقة تحت تسميتها السابقة كأس الأندية الأوروبية البطلة. بطل الدوري الإنجليزي